مشت كبريت وهات والدك. ها خد. بقول لك ايه، مش هو ده بيت بتاع ابله مفيده بتاعت الملجا؟ ايوه هو البيت اللي هناك ده، البلكونه المنصور فيها دي. شكرا يا ريس. كبريت يا كابتن. شفت بقى، ده انا لقيت معايا واحد اهو. الف شكر، كنت ناسي بقى. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله. يسعد صباحك يا ست البنات. حنتينا، انت ايه اللي جابك هنا؟ دول فلوس العفش لمؤاخذة، هديهم بنفسك اهو. بتتكلم جد؟ طب ما انت جدع، هما ليه بقى؟ والله يا ابله انا يعني قلت يعني اجيبه. قول لي بس الاول، الراجل شاف الحاجة؟ راجل مين؟ يو المشتري ولا شاف العفش؟ المشتري طبعا طبعا شافهم ومرض 24 قراط. الحاج ما رضيش يديكي المفتاح، مش كده؟ ماشي يا حنتيرة، دقيقة واحدة. يوه يا تعني معلش ما تأخذنيش، مش قادرة أقول لك اتفضل، بس أديك شايف يعني الأبلة وجوزها مش موجودين في الشغل يعني. ما انا كمان لازم امشي عشان المعلم ما يستهونيش. انا قلت بس الحاج بالحركات وكمان نقط الحاجات دي يعني. كتر خيرك يا حنتير، بس استنى برضو. خد يا حنتير، خد كوبايه الميه دي باللي ريقك، وهو برضو عشان ما تقولش ما عملتش معاك واجب الضيافه. من يد من عدمها. تصدق فعلا انا كنت عشطان. الهنا والشفا. خد ده كمان، دي نسخه المفتاح بتاع المطرح. هما اتنين، هتلاقيه واحد منهم يعني يا ده باين. بص انت خدهم وبقى جرب الاتنين وان شاء الله واحد فيهم يفتح. ها دول 100. اما دول يعني مقدمه كده، ربط كلام يعني، عبال ما الراجل يشوف الحاجات وساعتها بقى نبقى نسعرهم. حقه برضه. بس كويس والله انك جيت النهارده، عارف لو كنت جيت بكره ما كنتش هتلاقيني، اصلي اشتغلت. والله اشتغلت يا حنتيره، اشتغلت عند ناس طيبين قوي، بس النهارده بقى اجازه فانا ابتدي الشغل من بكره ان شاء الله. الف 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 مبروك يا ست البنات، والله تستاهلي كل خير. الله يخليك. هو انت شفت المعلم امبارح؟ قصدي يعني لما رحت تفتحه في موضوع بيع الكركبتين دول، ما قالكش اي حاجه؟ ربنا بقى يهدي النفوس يا ابله، بالاذن انا بقى عشان المنظر يعني والجيران وكده. ماشي كتر خيرك يا حنتير. طب انا همشي، انا بقى همشي اروح اروح. ماشي ماشي اروح. شفت، كنت هنسى والنبي. خد امسك دول يا حنتيره. طب خلي بس دلوقتي. امسك بس دول ال 10 جنيه السلف، وبعدين لما تجيب بقيه الفلوس من الراجل يبقى لك الباقي. ها دول يحصل لهم الشرف انهم يطولوا معاك يومين، واحنا في ديك الساعه ست البنات. مع السلامة يا حنتير، تصبح على خير. وانت من أهل أبلة؟ خمسة ليه؟ ستة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فتح يا علي المرزة يا كريم. علاء، وادي علاء، اصحى بقى يا واد.
ربي يا ودي علاء اصحى. اليوم بيعدي بيفر الواحد ما بيلحقش يعمل فيه اي حاجه. جت على اليوم بس كل حاجه تقلل بركتها. نحمده على كل شيء. يا واد اصحى يا ولا، ربنا يسترها عليكم يا ولاد بطني يا رب ويقويكم على دي الايام. البيت اتسلى اهو يا خالتي. يا بنت الغاغه اللي انت عاملاها على الصبح دي، وجايبه لي البيت هنا اعمل بيه ايه؟ ما تغوري تحطيه في المطبخ. حاضر. ما تقشريهوش. حاضر. ما تصحى يا علاء. اصحى اولا. اه يا ماما بقى. يا ماما حرام عليكي، طب بالذمه دلوقتي تنزليني اقعد انا طول النهار بوزي في بوز حامد؟ لازمتي انا ايه؟ انا عايز افهم. هو حرام عليكي تسيبيني ارتاح شويه. والله انتوا عيال ما عندكم دم. بأبوكم اللي قانيكم وشقيان على شحطة بشنبات زيكم، تصدق وهو عيل صغير قد كده كان بيشتغل وعمر حد ما صرف قرش عليه، وانت تقول لي انزل اعمل ايه في المعرض والتاني الكبير محمود ونايم. طب ما هو حامد نايم، انزل انا اعمل ايه؟ خلاص خلاص بلا انت بلا هو. اسره الراجل اهو، ربنا يديله الصحة والعافية، نزل من بدري. يلا قوم شوف البتاع اللي انت قلت لي جيبوه لك ده، اللي اسمه الفيديو ده بره محطوط. ايه ده الفيديو؟ يا ماما ده قديم. قديم ازاي يعني؟ اه ماما استعمل اهو، ليه جايبه من حد من اصحابه؟ حد من صحابه؟ وابوك يا ابني عمره كان عنده صحاب؟ خلاص ياد. حاضر يا انت هتعمل ايه؟ نعناي. حاضر زي ما وريتك بالظبط. نعناي. ها؟ نعناي. حاضر. هم يا معلم الحتتين اللي انت كنت اديتنا اوردر بيهم جالكم تلميع وجاهزين على التسليم، والتلات حتت الباقيين الواد هيقلد دول بالملي. بقول لك ايه؟ امرني. عايزك ترفع راسنا. حاضر من عينيا. تأمرش بحاجه تانية يا حاجه؟ اتكل انا. ماشي سيب دول جنبي بقى وخلص انت وريني. ما تقلقش يا حاج، الواد بقى كويس قوي وشاطر، ما هو برضه البركه فيك يعني. ماشي خد ال 50 جنيه دول. بتخلي يا حاج من يد ما يحرمهاش. طب انا بقى ايه يعني افوت جمعه كده ال 10 ايام وعد عليك تاني، بحيث يعني لو كان في شغل ولا. ماشي ما تقلقش، هو مش تليفونك عندنا هنا ولا اتغير؟ لا ما هو انا اديت النمره الجديده الحنتيره، اصل القديمه كانت عند الجيران يا حاج. ما خلاص بقى. سلام. ما تجيب يا واد بتتلكع بره ليه؟ على فكره يا حب طقم قواعد الكوبايات انا كنت هجيبه معايا لولا خفت ان انا اتاخر عليك، فجيت على هنا على طول. قواعد الكوبايات؟ بتوع ولاد نعيم. ما هو لما حنتيره قال لي ان حضرتك يعني عايز تشتريه لنفسك كنوع من العينه، قلت له عينيا، فانا حضرت والله. بس ما تبعت الواد سيد معايا لغايه هناك، هو جاهز يعني على التلميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت يا حاج هتبعت معايا سيد ولا؟ لا اتكل انت على الله، عشان ما ينفعش يعني اسيب المحل في المعلم لوحده، قصدي المعلم ما ينفعش يقعد لوحده في المحل. طيب اتكل انت يا عبد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لسه نورت يا عم. عم عبد. بابا مش الراجل ده كان شغال هنا زمان صح؟ حاج مالك؟ حاج لو تعبان اطلع ريح شويه وانا متقلقش، انا قاعد في محل متقلقش. العيال كلهم بقى قطاعي طياري، ده بقالهم دكان وانا بقالهم قسطة. الزمن خلاهم كلهم بقوا تجار اكتر منهم صناعية. ولا انت جربت البتاع اللي عندك فوق ده؟
هنجربه ازاي بس يا حاج يعني من غير شرايط؟ يا ابني ليه بس الغلط بس يا حاج؟ انا يعني كنت بقول يعني لو صاحبك اللي باع لك الفيديو ده عنده شيت يعني ولا حاجه، بدل ما نضطر نروح ناجر من نوادي الفيديو يعني يا حاج. لا يا اخويا ما عندوش، واتصرف انت. ها وجون وجون وجون. ها اجيبه ايه بقى، اجنبي ولا عربي يا حاج؟ هات عربي علشانك واجنبي عشان انا وامك. نهاركم زي الفل، صلوا على رسول الله. استا عبدو هنتيره، صباح الفل يا استا عبدو. صباح الجمال. جبت لي الحاجات اللي قلت لك عليها ولا ايه؟ لما انا خلاص قلت للحاج اني ما قدرتش افوت على اولاد دعيم الصبح قبل ما اجي. انت قلت للحاج اولاد نعيم وعواد كوبات؟ وانا وضحت له الامر كله، وهو الراجل مشكورا يعني تفهم الوضع كويس. ما تقلقش انت، هو عرف انك انت يعني ما عندكش الحق لمؤاخذه. ده انت اللي مشكورا. بقول لك ايه بقى، توكل انت على الله وانا هبقى اكلمك ان شاء الله. ده لو ربنا اراد يبقى في العمر بقى. ايه صباح الفل. صباح منور الحاره والنعمه يا استعبد. تعال عايزك. عايزني ايه يا ابني؟ مش بكلم الراجل يا ابني. معلش يا استعبد، دقيقه بس على انفراد كده. طب شوف انت بقى، انت هتقدر تيجي تاخد الحالي؟ طبعا طبعا. هشوف انا الحاج بقى وبكلمك. مع السلامه يا استعبد. الف الف سلامه. السلامه يا مولانا. في ايه؟ ممنوعات ولا ايه؟ ممنوعات ايه يا انت عبيط يا؟ انا كنت طالب منه حاجات بس، وكان بيقول لي اعمل فيها ايه. بقول لك يا شعبان، اديك على الله ورايا شغل. الله لا لا لا، استنى بس استنى. تعرفش حاجه عن البنت نوره؟ نوره يا 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 شعبان، من جوه مش تفتكر ناس عجيبه يا دي؟ البنت دي امها تفتش المحاره ما رجعتش تاني. ايه ده بس يا عم؟ انا متهيألي كده ان انا اتخبطت في واحدة شبهها. اتخبطت ايه وتنيلت ايه؟ يخلق مش شبه بيه، ما انت شبه امك. انا فاضل الكلام ده يا عم. هو يا عم عندي شغل يا عم، اتكل على الله. الله 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 الله، بالراحة بالراحة. طيب ولا حنتك. طيب انت مش مصدقني يا حاج؟ طب والله العظيم انا جايب لك الفيلم عشان تتفرج عليه بعيني. اه والله، بقول لك معاهم طيارات وصواريخ وقنابل ورشاشات بقى يا حاج، ويعسكر قد كده، وكله كله كله عليه هو لوحده حرام في المبنى. بس على مين بقى يا حاج؟ ده الواد ده طلع حته عيل نصاب. ايه يا حاج مالك؟ هو واد حمدير لسه ما جاش ولا ايه؟ ما تزعلش نفسك، لما يجي بس زعله كده بصوت جامد وهو واقف، مش هعملها تاني. اهلا قشطه يا سيد معلمين، صباح الفل. اهلا ابو الكباتن، كابتن كباتن مصر ومنتخب القومي ومنتخب الاولمبي ومنتخب الافريقي ومنتخب المدارس والشركات. نهار فل ابو الكباتن، صباح الفل. مبدر بدري قوي كده ليه؟ معسكر ان شاء الله بتاع المنتخب ولا ايه؟ صباح الخير يا حتيبه. صباح الفل. يرضيك يا ابو الكباتن الاستا عبده يعمل فيا ده؟ تبوظ المفاجاه اللي كنت عاملها للحاج. اصل انا موصيه على قواعد كوبات حلوه يعني، طالبها الزبون اللي من دول. عندك مثلا الزبون اللي كنت عنده ومعطلني من صباحيه ربنا ده، طالبهم يا سيدي، عنده بقى لستة هدايا كبيره واخدهم معاه لما يسافر بره. وانا عارف بقى ان المعلم ما يقتنعش غير لما يشوف العينه بايده بقى. يوم بقى الوسط عبده ما يجيبهاش معاه فيحرق المفاجاه. اصل الحتت الخفيفه دي بتمشي هوا مع الحتت التقيله دلوقتي، السوق عايز كده، واخد لي بالك انت؟ عايزك في ايه الواد اللي بره؟ وات شعبان؟ انا عارف عايزني في ايه؟ بانها تهيوات يا حاج ولا ايه؟ بس انت عارف حاج. عارف ايه يا اخويا؟ عارف ان انا ماليش دعوه بالاشكال دي، انا راجل بتاع شغل. لو انت راجل تصدق ما حدش قال لي. بس دي عيل مش حسيسه بقى. تصدق الواد عايز يلزق لي بنت اخته. ترضى لي انا معلم الحاجه دي؟ وبعدين شيخ الجامع قال يعني ان الجواز نص الدين، تمام؟ واللي يتجوز ياخد ثواب بس بشخط شعبان. رزق الحاج. سلام. ولا سايب. ماله يا كباتن يا باشا؟ والله العظيم والختمه الشريفه والنعمه انا ماليه ذنب، هتسال لص حمتين في ايه؟ يلا شيل البابا دي من هنا وهات لي شاي. يلا في ايه؟ انا انت بتنح كده ليه؟ ما تشيل البتاع دي وهات شاي. تعالى دوف انت. نعم يا نسل المعلمين. انت
تعرف عنوان المشرفة؟ يالا المشرفة بتاعت البيت. مش قوي يا حاج، بس هعرف روحها. ليه خير؟ عاوزك تلطف رجلك كده تودي لها حاجة. انت مبالي بكده ليه؟ هتعرف تروح ولا لا؟ خلاص يا حاج هعرف، هات الحاجة. مش دلوقتي، بالليل. بالليل يا حاج؟ البنت متبهدلة آخر بهدلة يعني، لا مؤاخذة. ما زعلتش مني يا حاج في دي الكلمة يعني. نعم يا أخويا. سمعني، قلت إيه؟ قلت تاني كده؟ طب خلاص. خلاص سيد معلمين. ماشي الكلام. ده حتى ليل بيبقى رواقة والمواصلات رايقة. الشارع سايق. أهو. السكر بره قد؟ إيه. طيب تمام. معلقتين يا حاج صح؟ آه. تمام كده، أنا عارف طبعا يا معلم. بره أهو. شاك يا سيدي المعلمين. هات ورق الجورنال بسرعة ولف البتاعة دي. ايدك. اجري هات الجورنال لفها قدام عينيا يا اخوي. معلش يا حاج. صاحي مين؟ ايوه يا صفاء، ازيك يا حبيبتي وزي مامتك؟ طيب طيب يا حبيبتي. طيب حاضر، اول ما يصحى خليه يكلمك. مع السلامه، باي باي. ايه بقى يا حمودة؟ حمودة يا حبيبي. لا ما تعودتش اشوف حمد مكشر. يلا دنعي ومغسل وشك كده وروق وفوق. هو انتوا متخانقين مع بعض؟ هي جارية قوي. ماما من فضلك مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده تاني خالص. ممكن ولا مش ممكن؟ ربنا يهديكم يا ولاد بطني ويجعل الطيب من نصيبكم. علاء! ولا علاء؟ انت شدت مع ابوك ولا ايه؟ يوه، هو ايه البنسيون اللي انا عايشه فيه ده؟ ده ايه الهم والغم اللي راكبنا ده من ساعه يا رب؟ ايه حرقت البصله؟ لا يا خالتي حطيت عليها الطماطم. شاطره، خدي الفوطه ولمعي الصاله كلها. يلا حاضر. هتفضلي لازقه في قفايا وماشيه ورايا ما تخلصي. حاضر. يا حلو صبح يا حلو. حامد صبح نهارنا كل بيتك. تلات البيت ده كله امتى؟ انتي بكلمك هنا، تعالي عايزك. نعم. انت بتلعبي حديد يا بت؟ بس ما تقولش بت بس. خلاص بالراحه، انا هنقعد في بعض ولا يا كابتن زوزو. زوزو ده اسمك ده ولا ايه؟ لا ده الدلع. الدلع مش باين يعني. امال الاسم الحقيقي بقى ايه؟ زكريا. زوزو يعني زينب. ايه زينب؟ قلبي، هو الدلع بتاع زينب زوزو؟ ايه انت بتعمل كده ليه؟ انت يا ولا حامد يخيبك ولد. يا ولد يا ولد، الحاجات دي بطلت من زمان. لا 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 على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده خالص. لا لا حامد ايوه يا حاج.
عايز اعمل مكالمه خارجيه. عامل ما تدوخش بقى يا اخي، ما تفهمنيش غلط. ده تصور ان اسمها زينب. زينب مين يا ابني؟ دي سوبر زينب. الو صباح الخير يا مامتك. الحمد لله كويس. اه لو موجوده يا ريت اكلمك. صفاء الولد على التليفون ما يصحش كده، عيب. ماما من فضلك قولي له خرجت نايمه، اي حاجه مش موجوده. صفاء خلاص يا ماما قولي له مش موجوده. ايوه يا حامد. آه هي مش موجوده ونايمه ومش عايزه تكلمك، وهي معاك ايه؟ ماما حرام عليك ما بيفهمش الهزار ده. الو. ايوه يا حامد انا اسفه. حامد فسخ خطوبته. ايه ده؟ ده طلع خاطب. لا ما ده مرتبط. امال بتقول خاطب ليه؟ اتقل اتقل كده يا كوتش. يا حامد حامد ولا حامد. هنتيرة تأخرت كده ليه؟ شفت انا عامله لك ايه؟ شويه شوربه وفته يستاهلوا بقك، رزقنا وجالك لغايه عندك. ما تيجي يا راجل الأكل هيبرد. تعال. قعد. مش قلت لك ربك مع المنكسرين جابر؟ هي امك صاحيه؟ هي قدامك اهي دلوقتي. اتنين كل انت بس.
هي مفيش لحمة خالص. ما الخير كان مليان في الحلة يا ام. كده برضو يا ام عملتيها تاني؟ افتحي بقك يا ام افتحي. ولا يهمك يا سيدي كل. ايه ده انت عرفان من امي؟ دي بركة يا حاج. متأسف يا كابتن علاء بس هديني من جوه البيت عشان اروحها. بنت زوزو يا بيت شو اسكت استنى يا اخي. والله يا كابتن انا راحت عليا نوم عند جماعه اصحابي قريبين من هنا مش عارف ازاي يعني. اسكت اسكت دلوقتي. ماما قالت تبقى انت هي هتنام هنا وانت بروح. يلا 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 روح. يا حامد حامد قتلها ولا لسه يا ابني؟ قتلها ولا لا؟ بيستدرجها لسه. ازاي يعني لسه بيستدرجها يا اخي؟ المفروض يكون قتلها. طب خلاص انت روح انت وجدعان الصبح. يلا يلا يلا. اللي هو كمان شويه يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي. اتفضل بقى. حامد حامد عرف مين اللي بيته ولا لسه؟ ابوس ايدك روح هات اخويا خدها حالك. يا اخي هو كل حاجه انا اللي بعملها. يلا يلا يا اخي. يا ابويا يا ابويا يا حامد 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 والنبي وقف ايش ده عني يا ابني. روح روح بقى يا اخي بقى. يلا بقى ماما جاي ماما جاي حكينا جاي كله جاي كله جاي. يا ابويا انا مش وديت كنت واقف في الدار ده هيتنيلت صحيت. ايه ايه في ايه؟ مش من هنا يا اخي انزل هي ناقصه دوشه. عندك حق يا بنتي الكتم. اسكتي بقى الله لا يسيئك. انا جاي هو بابا. راح فين سبتها راخر؟ ما لقيتوش يا بابا والله ما لحقته. يعني ايه ما لقيتوش؟ نام تحت بير السلم بلا عرف. هتقول لي ايه تاني؟ حاجة تقرف. والله العظيم هو ده اللي حصل يا بابا. ده انا كمان قعدت اناديه وقعدت اصفر له قد كده لغايه ما صوته اتنبح. قعدت تصفر له هو برضه؟
مش ناقص، انا فيا اللي مكفيني. صباح على خير. صباح على خير. استغفر الله العظيم. زوزو زوزو بصي دلوقتي انا وابي حامد هنشغل فيلم حلو قوي دلوقتي، لو سمعتي الكلام وسكتي هنخليكي تتفرجي معانا. لا يا اخويا انتوا بتشغلوا افلام بتخوف. عندك حاجه كرتون يا اخ علاء؟ لا لا كرتون، لا لا لا، في حاجه عاطفي. عاطفي في حاجه تاريخي تمشي معاكي؟ الصلاة يا مؤمنين، الصلاة، الصلاة يا مؤمنين، الصلاة، الصلاة يا مؤمنين، الصلاة، إنك لا تهدي من أحببت، أليس كذلك يا حنتيرة؟ أظنك اليوم ستشاركنا الصلاة يا صبي الحج إسماعيل. إيه رأيك في المفاجأة دي يا سيدنا الشيخ؟ مفاجأة كده كده حلوة أوي أوي. ادعي لنا بقى يا سيدنا الشيخ، ادعي لنا. اللهم تقبل منا ومنك. آمين. اللهم شتت جمعهم. آمين. وترحهم. آمين. اللهم اخرب بيوتهم واكسر مناخيرهم. امين. اللهم ادينا الصحه. امين. وارزقنا يا رب. امين. واسترها يا رب. امين. واسترها يا رب. امين. يا رب استرها. ما كفايه بقى يا ابني، معلش عشان ندعي عشان ربنا يتقبل. اللهم استرها. امين. واسترها يا حنجيره. امين. ولا حنجيره. امين. وحبايب حنجيره. كده تمام يا اسطى، خليك بقف على كده، حضر على كده. بتايكوا فين يا بهوات يا ابني؟ فوق منك انت وهو، هتودونا في داهيه. خد يا اسطى وانت واقف جنب كده، خد عفه. بقول لك ايه يا موسى، هاخد زبونين كده، اخطف زبونين من الناصيه كده. زبونين ايه يا هندسه؟ انا قلت لك دقيقتين وهنتكل على الله.
لا مؤاخذة بقى، ده بنج موضعي ولا كلي؟ شكله كده كلي. بقول لك يا خفيف، صحة المعلم ولا لسه؟ والمعلم ايه اللي هينزله القهوة من نجمة كده؟ أنا مال ومال معلمك يا بني آدم، أنا قصد المعلم شعبان. دوستة شعبان، أنسب برضه، لكن أنت بقى عايزه في إيه؟ أنت إيش حشرك يا أخي؟ الله. بسأل يا أخي. فين الشيشة يا أخي؟ الله 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 الله. إنما إيه الألوان دي برضه يا أسطى شعبان؟ يا معلم. إيه يا لمال، مش عاجبك؟ لا 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 عجباني، ده حتى جميلة وتدي أمل. وعمر كمان يا روح أمك، روحة الشيشة. حاضر. تعالى هنا. عارف الواد رضا المكواجي؟ ايوه عارف. خليه كويلي الجاكيته دي، قول له كويها على البارد. ها يديها وش نظافه كده. حاضر. بقول لك ايه يا خفيف، وهات كرسي المعلم شعبان، ولا هيشرب الشيشه على الواقف. حاضر يا معلم. بقول لك ايه يا اخ، هي لسه فيها شيشه؟ لما تخلصوا بقى وتجهزوا كده باخد لكم الكرباس من الناصر. صباح بدر يا استاذ شعبان. ايه الحلويات دي؟ مفيش منه ساده ده. وعندك بقى واحد شاي على لبن، ميه لا للمعلم حنديره وسطى سابقا. صباح الفل. نار فل ان شاء الله. فل ان شاء الله. فل. نعمين يا معلم شعبان. بص عايزك تقطر للواد ده وتشوفه رايح باللفه دي لغايه فين. ها حمامه. يلا بسرعه، مسيطر انا على الموقف. ايه يا عم، انت بتشم قماش اليومين دول ولا ايه؟